عالسلامة. هاي ظاهرة حتى هي سلامة جاية تجري من البعيد. ربي وطار حسب رأيك شبيني دار وصغار وقضية وشارع وخدمة. يا ولدي وين باش نمشي انا؟ وين باش نقبل؟ اجا قري ولدك وضع ذيل مقعدة. خلدي نقعد بحبيك. ايجا 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 حتى انا قلبي معبي. ايجا كما تفقعتش المرارة ما عشت تفقعد. ايجا هاي هحكي لي خطط بك على الساق وركز معك. ايجا قري ولدك ماشي للقهوة. هز ولدك يترينا عندي تكويرة. ايجا شوف ولدك شقرة عندي ترح رمي استنافية. ايراها طايحة ان شاء الله القهوة منين هبت وتدبت. طوينا خرجة وين ماشي؟ ماشي لجهنم. قلت له ان شاء الله لتزني ما ترجعني. يا اخي انا وين باش نقبل؟ دار شارع خدمة قضية قراية صغار. عاش تمشي تخت اختي طويكة مازالت شهرية بركة تقضي هي. مين شهرية بركة تقضي هي طن نقف في الدار. وما يهز معايا وزن القفة. انت كي جيت باش تعرس قلت لك سايبة عليك خليك. خليك في خمسين. غلطة غلطة وندمان عليها. غلطة غلطة حياتي. كان جيت مش معرسة راك شهريتك تصرف فيها على روحك تحوس من بقعة لبقعة وعايشة حياتي. وبليس الله أعلم بالمكتوب راك خليت راجل نيفو سوسيال بتاعه فوق شوية. أما أنت ملي عرفته وسكين حالته حليبة شهريته على قدها. ماشي في بالي باش نعيش مالك على الموضوع هذا. ماشي في بالي باش نعيش مالك كل يوم تعارك على الموضوع هذا. كل ما تجيني ونقابلك تعارك على الموضوع هذا. هو مش باش يتبدل كهو قلت له توا انا هيك حوايجي ومخليتها لك واسعه وعريضه قريه ولادك وكلهم بدل هزهم يقراو هزهم يترينيو اعمل لهم اللي تحب عليه. انا ماشيه سي بون كهو فيك البركه امورك ماهوش حل. حتى انا تعبت قداش من سنين استحملت 6 سنين يزي 6 سنين تعدوا من حياتي مرار مرار. وخايتي نبدل الكوش نجيب الحليب نعمل بيبرا نعمل كل شيء. ايش لويه ايش موجود انت تعمل في حياتي يا سيدي؟ اضعف الايمان. هز قفتك برا المرشي يقضيها مش انا نهبط المرشي نقضي. هذا مو بالسياسه مش بالعياط احكي له بالسياسه وحاول تفهمني. حاب يفهم بالسياسه؟ لا سياسه جابت العياط جاب ما جاب معاه شيء. يظهر لي كان جد لاصات سبيركا ونقط بها بالدرخي ولا نمشي للقهواجي ونقول بجربي كي يجيك طردو. هذاك الحل الوحيد نصح بالقهواجي. يظهر لي قول بربي خسروا في طرح الرامي مرتين ثلاثه باش يخلص الشرب على الطاوله الكل يمشي يروح خاطر كي يحس يجيبوا فرغه طايروح واحد واحد للدار. هذاك حل. انت ديما خذ من عنده الفلوس تو مع الشدة عنده باش يمشي للقهوه. ما هي المشكلة الميزانية عندي. كان كيد رجال كيدين كيد نساء 16. يا اختي الميزانية نتاع الدار عندي الشهرية تتحط في يدي. الفلوس اللي يمشي بيها من القهوة مانيش عارفة عليه منين يجيب فيها. تقولي يقمر ويربح في القمار ويمشي يصرف في القهوة. غريبته غريبة وخايتي راجل كان في بلاصتك كنت نرتاح لما نعرف الفلوس اللي والله ساعات تعرف نقول يظهر لي فيهم صحبة عليا واحدة عندها برشا لا 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 وهي اللي قاعدة تصحب رجال توا يصحبوا على نسائهم يصحبوا زعما تقول انت هي قاعدة وزوز زادة هي قاعدة تصرف عليها. تقول توا طلق مرته ياخذ برا بربش له تليفون وتطلع على حكاية تليفون نهار كامل عند الصغار اما فيه شي مع ولد حرام. حاول اقعد وراه هو يحل في تليفونه تو تحفظ الشماء وكان شدك في الليل بالكمشة وانت تهز في التليفون وكل قولوا شوف الوقت ما نشوفش الوقت كيما دخلت لي هوني تهز وتتفضل اعملهم تو يتحل التليفون ما تخافش ما تحلش اليوم يتحل غدو. استنى عندي مرية في الصالة تو نبدل الديكور متاع الصالة ونخلي تليفونه وين يقعد هو ورا المرية بالضبط ونركش غادي تا كل شيء نشوفه. ماشي في بالو كيكا وبش تعدى بالسير والله ما نجيبو تفرجك فيه نوريك فيه الفلوس اللي يصرف فيهم في القهاوي نهار كامل انا متعيشني في الدار تقول بونيشة بلاش فلوس كيفاش باش تطلع له تفرجك والله ما نربيه انا يا هو. قلت لك سيد عليك بالعرس حكاية بدون في تونس هكا وانت انت ناوي تعرس انت نفرحوا بيك هكا قلت لي نلقى الشجر دادي. انت سارة ما نجمعت الشجر دادي مش شجر دادي كبير برشا 40 سبا بخفي 40 شجر دادي شجر دادي فهمت يبدا اكبر مني في العمر واكبر مني فهمت سيدة انه هو اكبر مني يا ريت يبدا مش اكبر مني ما عملنا حد شيء نقعد في دار بابا.
انت تحبوا اكبر منك. اكبر مني اكبر مني اكبر مني ليه؟ مش عنده دار وكرهبه باش نحبوا اكبر مني هكا برشا اكبر مني برشا اكبر مني عرفت اكبر مني علاه. والله يضحكني ومعين في ضحك والله. طب شفتهم جيب ان شاء الله ان شاء الله كيما هالنهير شوفوك عندك راجل اكبر منك. راجل اكبر منك برشا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله عند ربي مش بعيد. طبعا عندي أربعة خمس نعملهم كاستينج لل 27 شكون فيهم يخطبوا. اه باش ترمي تقول انت سناره وتشوف شكون باش يخطب لهم الكل هكا كاستينج. تعمل لهم كاستينج بالواحد بالواحد باش يدخل علي بالا بتاع فريب هما. اختي بون في الدار انا راني لا نحب نقعد نغسل في الخلاعي وسليبات ونغسل في السبدريات وكل حكايه هذيك الكل ونحط له باش ياكل. لا لا نحب نمشي الحجامه باش نعمل سبور باش نقرا باش نعمل شوبين هذوما الكلهم فهمتني باش نقعد بذيه ندوق. لا ونحكي بالحق راهي اللي يهز نحبو ما يسالش يلزمو يكون استري اما مسكر في مخه واكبر مني زاد اكبر مني ما عنديش فايده اسبري متفتح هكا يفهمني يفهمني زاد ويفهمني بالكدا بالكدا يحب الرجل يفهم اذا يبدا قلقه يفهمني بالكدا اما اللي يهز راسه برشا تخافي تريحك راهي متتكسر. لا لا انا نهز راسي هكا وثبت وين انا نمشي عرفتها هكا هكا اما رد بالك عامله عرفتها مرايه بتاع دبوزه كي نطلع بالشارع لابسه مش من اي هاني قلت لك رد بالك خاطر الشوكر دادي الكبار برشا الشوكر دادي اللي كبار برشا ليه وخايشه باش نسكر لك فيها باب الامل. اما الشوكر دادي اللي تحكي عليه انت الكبير برشا ومش برشا 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 اي برشا ما بينشحوش برشا يا تلقاه رجل في البر ورجل في القبر ما يسالش والله يبدا يرعش هكا لسر بحري بيشته من الثمانيه يستي اخضر من على يبدا خفي ويرقد على حلاوتها وش هي حلاوتها تتعصب معيني بهدري زايده وبمشاكل مع الرجال انا والله يا اختي والله راحه شو بحذا ما يحول حلاوتها العيشه كيفاش تاخذ واحد رجل في البر ورجل في القبر وحلاوتها عيشتك انت توا هاني خليت له ولاد تطلب قهوه هاني خليت له ولاد تطلب قهوه بالدين لا لا وخايتي لا خليت له ولاد تطلب قهوه اليوم هو دور اذا طلق العرس هو مش العرس الغولاسيون بصفه عامه انفستيسمون استثمار مش حياه. الحياة هو انت شو قريت انت شو خدمت انت شو لبست انت شو مشيت ايش تعمل في حياتك فهمت شنو علاقتك بحزمة ونشطة شنو علاقتك بصحاب هذيك الحياة وبعد دي الغولاسيون دامو استثمار اثر فهم انت مازال فما غولاسيون دامو يا حسرة على الحب يا حسرة. قولي الحب مشي مع قيس وليلى مع روميو جوليت اما توا يكذب عليك اللي يقول لك حب ماش حب في الكتب اختي ليه قال لك حب تي محبه ان شاء الله تي محبه اللي ترقد الليل وترقد النهار حتى تلقاه زوالي وما عنده حتى يكلف فيه جماعة الهي ها نحكي في القرى والأريات يعدي 40 سنه من عمره ما يخونش مرته هذاك حاجه بدك وقت اللي مع شكون باش يخونها مع الصانع اللي جيبوها في الطرح طاش يبان لك كامله في الصالة ومرته تجري ولا الذنب اللي ما عندهم وما يخونوش بحسرة اللي يجري ولا الصالة اعطيني راجل توا توا في وقتنا توا ما يخونش ما يخونش فماش راجل ما عندوش جوليغ فماش راجل ما عندوش عيوب ولا قاعدة قدام التلفزة ولا كذا. انا انسانة كماريا او بالاحرى بالعربية الفصحى ماريا على الاقل نتخان في العز خير من اللي نتخان في الدل هو هكا ولا هكا باش يخون يخوني وانا نعمل فواياج في المالديف ولا يخوني وانا في الدار ريحتي بالبصل خليه يخون والله كلها صحه ليك هكا منك لي والله العظيم معناتها انت كان يحلوا العرس باربعه توافق له لا يا كيكا يعبوا البال في غيبته بالسرقه خليه يخون على روح نعمل عين رات وعين ما راتش اما اربع نساتي انا وحدي اربع انا كي نضحك وحدي في الدار نضحك عائله تضحك انت بطبيعتك ديجا اربع في بعضهم عملت له ما شاء الله هو بطبيعته دوب ما يعرفش بيه ما عادش يخدم راهو يحلف على نساء بستين حزب ها وجهي كان محسن طلقت ما عادش نعرف تعرف حاجه
أنا هي الغالطة واللي جاية للناية اللي تشوفها نفرقك. صار انتي دور فكرت باش تجيب لي حاجة نشربها يا ريتني شيحتيهولي. اه يا ربي بار ما شيحت لي ريقي ولهبتولي قالت لك غنجيب حاجة نشربها. وين تجيني تجيني بحكايات العرس ولي هي راك مهرسه ان شاء الله. هيك علاش حسنتي نتوك شدت لي جنبي لهنا في القهوه؟ لا سهل عليك ربي، لا تخطبتي لا عرستي. اقعد هيك مكتوب ربي والله. امي كل عيد قولها يا امي شنو نجيبك، تقولي بصاب تجيب لي نسيت. كل مولد وقولها يا امي شنو نجيب، والله بصاب تجيب لي راجل يا اختي. هاي نوارة ولا يعطيك الصحة، حتى هو كاس تي النعناع الواحد يهدي بها صاب بربي لحظة. ألو ويا روح وينك؟ مني قلت لك يا عمري ماشية للقهوة بحذا صاحبتي ماشي نتعشاو تتسويت يا عمري من بعد تقني بحذيك. تحب نخرج توا تجيني ولا نروح الساعة وحدي؟ توا نخرج نتعشاو هي بالصغار ومش تخليها في داركم. اوكي بي من بعد تقني بحذيك ديجا انا في القهوة اللي تخدم فيها صاحبتي في اللي بدا تيلي عزيزي عاد ما نعرفك ما تغشش ما تتغشش عليا. اوكي اي توت سويت باي. ايا باي 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 ما عادش بك اللي ماشية. اسمعني ساكك ساكك مجنونة في الشيدة اختي كهوة مش يطلب. اي تصبح على خير. باي باي بونسواري.